انا اخوتي من دوك الناس اللي ما مستافدينش، ما كنتش حاضر، كنت غايب خدام، وجيت ولدت لي المراه، ما جيت واحد اليومين تقريبا، دازوا صحاب الاحصاء، حضرت جيت لقيتهم فاتوا احصاء وخوتي حالين، كل واحد حال الباب ديالو بوحدو، استافدوا جوج خوت ومرات الوالد حتى هي استافدت، انا ساكن معاها، انا تنعيش في هذا المحل ديالي انا ووليداتي، وعندي المراه ولدات ليا، وعاودت لهم الظروف ديالي باش شنو كان عندي، وهاد الناس هادو ما بغاوش يحصيوني حتى انا، عييت ما نطلع ونهبط، ومرات با حتى هي تمشي تبقى تقول لي خصك تعطيني القصدير ديالي، خصني بغيت القصدير ديالي، واحد الاخت ديالي شاري هاد القصدير، قالت لك عطيني القصدير ديالي، وانا خوتي راه ما عندي فين نمشي، انا واحد الانسان درويش وخدام باجره 100 درهم النهار، واش هنكري منها؟ واش غادي نصرف بها على ولادي؟ الوراق ديال الطبيب باقي ما خلصتهمش للمراه، ولدات عندي، ولادي في جهه حاطهم غير عند نسابي، وانا خوتي كان طلبت انا من الدوله ديالنا الا كانت تعترف بينا، واش حنا مواطنين؟ واش حنا ماشي واش انا ماشي مغربي؟ تعطيني الحق ديالي انا بحالي بحال الناس، نستافد وانا الريب. هاد البلاصه سميتها حي الامل جوج العييده، كاريان ديال دوار ميكا راه معروف، ومشيت عند الباشا قلت ليه جا عندي تا هو تا لهنايا تيطلب مني باش نريب، وقال لي ودي انا راه ما غاديش نضمن لك بان راه هاد الناس غيعطيوك شي حاجه، انا غنوقف معاك واللي بغيتيها غادي نادي معاك الواجب فيها، ولكن ما غاديش الاستفاده، قال لي ما نضمنش لك، وقلنا حتى هو مشيت عنده باش يعطيني شهاده السكنه، واحد الشيخ ديالنا مشيت عنده باش يعطيني شهاده السكنه، راه صايبها ليا، وقف معايا شاهد بانه انا راه ساكن هنا من 87، وسكنت هنا من 87، وهاد الناس هادو راه ما بغاوش يديروا معايا شي حل، وتنطلب من عاش الملك والله ينصر سيدنا ويعطيونا حنا الحقوق ديالنا بحالنا بحال الناس، وما يشردوش لينا وليداتنا. السلام عليكم، تنشكر جلاله الملك اللي مساهم معنا بهاد المبادره هادي، ومساهم مع الناس العشوائيين سكن الصافح، ولكن الدوله هادي بغينا نعرف واحد الحاجه، حنا الشعب ديالنا بحالنا حنايا ولاد الشعب مشردين، عندنا وليداتنا ما تلقاوش باش ناكلوا، ما تلقاوش باش نعيشوا، واش دخلنا عليكم بالله؟ واش غادي نمشيو نتلاحوا في الكرا؟ واش نبقاو دابزين مع موالين الكرا؟ بعدا تنهضر على راسي انايا مشاغب في الدوار عندنا، ولكن ما بغاش يسمح لي شي واحد يسكنني عنده، هما تيخرجوك تيقول لك ها انتوما، تيقول لك خرج ريب وخرج، فين نمشي؟ انا عايشين في الحباسات، تخرجوني السنه ديال هذه الخربه اللي تتقبل عندنا، وكاينين بزاف وحدين اخرين باغيين يهضروا، ولكن هذا واحد من هذوك الوحدين، ولكن تنشكروا جلاله الملك اللي واقف معنا بهذه المبادره هذه. المشكل اللي وقع لي سيدي هي الاحترامات ديالك والاحترامات ديالكم وعاش الملك، بان السيد هذا عايش في هذا المحل، عندي 12 شهاده عدليه هي قدامكم، بان تسكن في هذا الكوخ هذا من عام 1991. المهم السيد دار لي نزاع في المحكمه بان داخل على هجم داخل على هجم الملك، وفي الاخر حكمت لي المحكمه الابتدائيه والستينه بان نسكن، ولات دابا جات شكايه واحده اخرى، تبعنا معهم سيدي المسطره، ملي تبعنا معهم المسطره جاني فيها الافراغ، نبت انا درت صعوبه في التنفيذ، غادي متبع المسطره ديالي بصعوبه في التنفيذ، من بعد سيدي جات اللجنه دخلت من ورايا، من دخلات راه حوايج هما داخلين هنايا، ذهب ديال المراه، فلوس، كل شيء، وها الوراق راه خصكم تشوفوهم اذا كانوا يمكن، ها شهاده ديال العامل، وشهاده ديال الديوان الملكي، وشهاده تتشهد الوكيل العام، ها هما عندي هنايا، دابا انا حاليا جات اللجنه قيدتني قالت لي السي نزاع ما بينكم وبين المحل، المحل دابا ما دخلوا ليه، هو ولادو ما عندهمش حق يدخلوا، انما مازال مستالف فيه. ما عندوش سيدي حق يدخلوا. دابا سيدي تنطلب انا الله يخليكم بانه العقد اللي تيبني عليه هو تيقول لك ديالي، انا ماشي ديالي، ماشي ديالو، ها هو تيشهد مول العقد بان السيد مسكني عام 2006 هو مخويني ب 2008. دابا سيدي تنطلب استفاده بحالي بحال الناس، حوايجي باقين هنايا، خصني نستافد، ضروري نستافد. وعاش الملك.